السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ادنس بسيطة خالص في الريفت اسمها unhide element. يعني لو انا عندي بعض العناصر كده مثلا عملت لها hide، فعشان اشوفهم تاني خلاص احنا عملنا لهم hide، لازم اجي على الزرار هنا واقول له unhide بزر العناصر، فابدأ بشوف ايه العناصر اللي اختفت وابدا ادوس على رايت كليك واقول له انهايد ان فيو اليمنت، وده ممكن ياخد وقت. فهي الاداه بكل بساطه بقول له انهايد اليمنت، فبيبدا يجيب لي قائمه بكل العناصر المخفيه وانا ابدا اعلم عليها واقول له ازرها لي تاني. فمثلا ممكن اقول له انا عايز كل الكيرتن بانل، عايز كل دوت، ممكن تقول له عايزهم كلهم، وبعد كده تبدا تختار لو في حاجه عايزه تفضل مخفيه، وبعد كده بتقول له انهايد تشيك اليمنت، فيبدأ يظهر لك كل العناصر تاني بالشكل دوت.